نشوف لما يبقى رئاسة الدورة لمعالي رئيس الوزراء، دولة رئيس الوزراء هو تحت رعايته ومعاه 18 وزير، ده حجم ضخم جدا من الحكومة. وزارة الصحة مسخرة لنا تماما، رئيس رؤساء قطاعات الصحة معانا في اللجنة الطبية، ودول كبار رجال الدولة موجودين معانا. الدكتور أشرف صبح زي ما انتوا شايفين وزي ما الكابتن هشام قال لم يبخل عن المنتخب في أي لحظة من اللحظات. تقليل العدد دي نمرة واحد. نمرة اتنين التباعد زي ما حضرتك شفت في الصالة النهاردة، التباعد. نمرة ثلاثة الناس كلها لكن تلبس ماسكات، الناس وهي داخلة كلهم هنقيسلهم درجات الحرارة، هيبقى في الكلور لتعقيم الأيدي. يعني بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والسيد وزير الشباب على كل الرعاية وعلى كل المساعدات اللي بتقدمها الدولة المصرية لإنجاح هذه البطولة، وكلنا إن شاء الله آمنين إن البطولة دي تطلع بأحسن مظهر يليق باسم مصر سواء من ناحية الحضارة أو التاريخ. وإحنا عارفين كلنا إن إحنا البطولة دي تحدي كبير لنا كلنا. هبتدي بمعالي الرئيس سيد عبد الفتاح السيسي. أنا حضرت التكريم بتاع المنتخب اللي كسب كأس العالم، لفظا واحدا اللي عايزه اتحاد كرة اليد تسهله لهم كل حاجة، دي ناس بتشتغل كويس وحياة بتاعي كويسة اللي هم عايزينه يتعمل لهم. فطبعا بعد هذه بعد هذا التوجيه اعتقد كل حاجة ميسرة، وساعدنا في هذا ان معالي رئيس الوزراء لاعب كرة يد سابق فدي لعبته المفضلة، الدكتور أشرف صبحي صديق عزيز وعارف يعني ايه الاتحاد المصري لكرة اليد، رمز مصر الأهرامات، فنقل القرعة لسفح الأهرام ده دليل ان احنا عايزين نرسل رسالة واضحة لمصر، احنا مصر الحضارة، مصر اللي عملوا الهرم ده اللي انتوا هتشوفوه يقدروا يعملوا اي حاجة في التنظيم. ابتدينا معسكر المنتخب، عملنا اسبوعين لغاية دلوقتي في الغردقة، معسكر ولا اروع، حاليا هم في معسكر هنا في القاهره لمده اسبوع وهيرجعوا تاني اسبوعين تانيين، لان الفتره دي بالنسبه للمدرب فتره مهمه جدا لاعاده اللياقه البدنيه والفنيه للفريق قبل ما يخشوا في اي احتكاكات. بنحاول ننظم بطوله هنا او مباريات وديه هنا في مصر، وافق الارجنتين والبحرين هيجوا يلعبوا هنا في مصر على بال ما نجهز معسكر خارجي ان شاء الله قبل البطوله. بكل تاكيد احنا عندنا اكبر من تحدي، التحدي الاول ان دي اول مره 32 فريق بيلعبوا في 8 مجموعات، كل مجموعه يكون اربع فرق، عندنا اربع ملاعب لازم تكون جاهزه، ثلاثه منهم ملاعب بتنشا خصيصا للبطوله، اضاف تحدي اضافي اللي هو مكافحه وباء كورونا، وده تحدي كبير بيفرض علينا بعض الالتزامات والاشتراطات الصحيه والتنظيميه اللي احنا ان شاء الله قدها ونقدر نوصل رساله عالم ان احنا فعلا دوله متحضره وقادره على اتخاذ كافه الاجراءات لحمايه كافه اللاعبين وعناصر اللعبه. كمان بالاضافه لده ان احنا دي اول بطوله مجمعه بعد جائحه كورونا، وكل انظار العالم بقت قدام الشاشات هتنتظر البطوله دي هتتنظم ازاي عشان يتخذونا مثل يحظوا بيه في بقيه البطولات الاخرى. طبعا زي ما شفت